يلتحق بنا المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية اللواء الدكتور محمد الحربي. سعادة اللواء، أهلا بك. إذا ما تحدثنا بالأرقام فالأرقام شاهدة على الإجرام والإرهاب الإيراني في اليمن. 1659 هجمة ضد المدنيين في المملكة، وأيضا 318 صاروخ، يعني أضف إلى ذلك الطائرات المسيرة وأيضا القوارب المفخخة التي تهدد ليس فقط يعني حدود المملكة البحرية وإنما الملاحة الدولية. التحالف الآن يقوم بعملية عسكرية نوعية لشل تلك القدرات الحوثية. كيف ترى دور التحالف في حماية أمن المنطقة وأيضا أمن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية؟ مساء الخير أستاذ إيمان ولمشاهدي الإخبارية الكرام. مثل ما تفضلتي، يبدو أن عمليات نوعية شاملة لتحديد قدرات الحوثي الذراع الأكثر لفيلق القدس والنظام الإيراني. طبعا المملكة العربية السعودية منذ عام 2015 واتخذت عدة مسارات: المسار السياسي، المسار العسكري، المسار الإنساني والأخلاقي. فأمن حفظ تدفق الطاقة عبر الممرات الملاحية هي هذا هدف سامي للمملكة العربية السعودية على المستوى الداخلي الإقليمي الدولي. للأسف هذه ميليشيات غير منضبطة لا تملك زمام المبادرة. هل تكفي عبارة أو وصفك ميليشيا غير منضبطة أم أنها يعني تنطبق عليها صفات أخرى؟ لا، هي طبعا هي اتخذت مسار لا أخلاقي، اختطفت الشعب اليمني كرهينة في شمال اليمن أو في محافظات طوق صنعاء، والآن يبدو أن هذه العملية ما تم الإعلان عنها إلا راح تكون عملية لن تكون استباقية هذه المرة. ستشمل مستودعات وأهداف كثيرة تتعدى شمال اليمن إلى بحر العرب. نتكلم على جنوب اليمن، وهذه المنطقة هي أهم منطقة، المنطقة الرابطة ما بين الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي، يعبرها ثلث إنتاج الطاقة إلى العالم. فالآن المملكة بعد المفاهمات الأخيرة اللي لاحظناها أمس اجتماعات مجلس الأمن الدولي، تصريح وزير الخارجية، فلا يمكن العون لا على إيران ولا على أذرعها. لأنه ماذا جنت إيران خلال 40 عام؟ يعني لاحظنا العراق 2006، بيروت 2008، سوريا 2011، اليمن بدأت فيها 2014، غير الدمار والحروب والطائفية، وهذه شواهد يعني نشهدها بعيوننا. فأنا سبق وأنا تحدثت معك يا أستاذ إيمان إذا تذكرت تلك الضربات بالتوالي والتوازي هو الحل. لا يمكن هذه الميليشيا لا يمكن العول عليها في أي قرار أممي أو أي مفاهمات. طبعا يعني لاحظنا ستوكهولم 2018، 8 إبريل إيقاف إطلاق النار المملكة العربية السعودية ومدته. الآن لا يوجد أي حل إلا ضرب مراكز حيوية فاعلة ومؤثرة لشل وتحييد قدرات الحوثي على انتهاك أي هذا. لكن المملكة العربية السعودية أوضحت أنها متمشية مع قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. طيب، لأن هذه ما زالت مستمرة في ممارسات هذه الميليشيا الإجرامية باستهداف العيان المدنية والمقدرات الحيوية. مثل ما قلت لك لا يكون زمام طيب دكتور، دكتور محمد السريع. طيب دكتور محمد، نتحدث أيضا عن خزان صافر والذي ينذر بكارثة بيئية، من سيتحمل مسؤولية تلك الكارثة إن وقعت؟ بالنسبة لموضوع صافر، هو من 2016 طبعا دخلت في مبادرات أممية، هو كارثة يعني 1.5 مليون برميل نفط استخدم الحوثي، يستخدمون الحوثي أيضا كرهينة، يسرقون النفط ويهربونه إلى شواطئ الحديدة ورأس عيسى والباقي، ويعني يتعمدون عدم صيانة هذه السفينة يعني لأخذها كورقة، كذا ورقة في المفاوضات وفي التهريب في الأمور هذه. هل هناك ما تخفيه باعتقادك دكتور هذه الميليشيا الحوثية حول هذه السفينة المليئة بالنفط؟
لا هي أخذتها ورق كتهديد بالتلوث في المنطقة، لأنه لو تلوثت تسرب النفط من هذه السفينة اللي هي صافر راح تسبب كارثة بيئية للعالم كله، البحر الأحمر وحتى الخليج. ماذا عن هذه ورقة يعني دائما يستخدموها لعمليات إجراءات الصيانة على هذه السفينة. هذه السفينة ملك للحكومة اليمنية، ويفترض أن جميع مقدراتها تذهب إلى البنك المركزي اليمني، ولا هذا من ضمن اختلاساتهم. طيب، كان هناك تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إذا لم يتم تمديد حظر السلاح على إيران فستتم أو ستقوم بتزويد أذرعها في المنطقة بالأسلحة. برأيك ما هي المهمة الآن الموكلة إلى مجلس الأمن؟ لا، مثل ما تقول لك مجلس الأمن الآن أمريكا رفعت مشروع قرار وفق تقرير مجلس الخبراء للأمم المتحدة على وقف الأول. القرار راح تمديد الأسلحة قرار راح ينتهي في أكتوبر، فالآن هو بناء على اتفاقية 2015 اتفاقية نووية. الآن الولايات المتحدة انسحبت من هذه الاتفاقية عام 2018، فالآن الولايات المتحدة راح تمرر القرار، ويتوقع أن القرار راح لا يصوت عليه بالإجماع، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عندها آلية اسمها السناب باك، من ضمن الآلية هذه السناب اللي هي استمرار الضغوط القصوى وبكثافة، والذي مارس الرئيس الأمريكي ترامب عام 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، وهي آلية مستمرة عبر عدة حزم من العقوبات. بدأت الحزمة الأولى، الحزمة الثانية، الحزمة الثالثة، وهي متوالية. ستستمر الولايات المتحدة في سياسة الضغوط القصوى وبكثافة، لأن الاقتصاد الإيراني الآن في أدنى درجات الانهيار. يعني هم 82 مليون نسمة، 16 مليون مهاجر، الآن وصل عندهم الانكماش إلى أدنى درجة، الفقر وصل عندهم إلى 30 أو من 30 إلى 40%. ولكن ذلك لن يجدي إذا ما استمرت يعني توزيع أسلحتها على الميليشيات الإرهابية في المنطقة. يعني ما الفائدة من كل ذلك إذا ما كان هناك أدلة أثبتت بأن الأسلحة التي تم تهريبها للحوثيين كانت في إنتاج 2016؟ ذلك يعني أنها تخالف كل القرارات الدولية بحظر الأسلحة. إيران منذ 4 عقود 1979 وهي دعبت على سياسة اللعب على الوقت والمتناقضات. هي مثل ما ذكر وزير الدولة الشؤون الخارجية في المؤتمر مع براين هوك أنها منطقة ثورة أو منطقة دولة، عليها أن تختار. يعني فإيران، يعني أنا في توقعي أو تصور الشخصي أنه بقاء واستمرار النظام الراديكالي الإيراني في الحكم مع استمرار تصدير الثورة وإشعال الحروب في المنطقة واضح. كل ما زاد الزخم كل ما استمروا في الحكم. فهذه يعني أيديولوجية مستمرة منذ 40 عام. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يذهبوا إلى منطق الدولة المدنية الحديثة المتطورة. أنا أشكرك جزيل الشكر اللواء الدكتور محمد الحربي المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.